الأسعار في مصر غالية؟ الأسعار في مصر غالية عن سابقها أو سابق عهدها. الأسعار من وقت للتاني بتزيد كل شوية، وجزء من ده بالمناسبة له مرتبط بسعر الدولار ولا مرتبط بالأزمة العالمية، جزء من ده مرتبط بجشع التجار ليس إلا. ولو عرفت حجم الشكاوى اللي بيقدم لجهاز حماية المستهلك وأعدادها ونوعياتها هتتخض. ولو جيت قلت لي فين جهاز حماية المستهلك، هقول لك هو الجهاز بيتحرك لما انت تشتكي، يعني الجهاز تحركه في إطار انك انت تشتكي، ترد لي شكوى. ولو انت ما اشتكيتش بشكل مباشر، فلو ورد للجهاز معلومة انه المكان ده بالتحديد بيحصل منه 1 2 3 4 بيشتغلوا على ده، فالجهاز في دي ما يقدرش يعمل اكتر من كده، ما يقدرش. هو في النهاية خالص ده مؤسسة من مؤسسات الدولة ليها ضوابطها وقوانينها ولوائحها إلخ. طيب، يبقى أنت لازم تساعد بأنك أنت تشتكي على سبيل المثال. ومن ناحية تانية هي فكرة التاجر الجشع لا تستطيع القضاء عليه بنسبة 100%، لكن تقدر أنت بقى هنا الدولة، وإحنا ما هو الدولة هنا ممثلة في إيه؟ هل هي ممثلة في مؤسساتها ووزارتها وأجهزتها بس؟ لا، كلمة الدولة يعني كل النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي موجود على هذه المساحة المعرفة على الخريطة السياسية للعالم، جمهورية مصر العربية. فأنت جزء لا يتجزأ من الدولة، فأنت كمان لازم ليك دور. ماشي. أسعار الدواجن زادت ليه؟ بسبب الأعلاف، وجزء تاني بسبب جشع التاجر. التاجر اللي طول الوقت عاوز يقعد يحلق، اللي هو ايه، ما انا دلوقتي لازم اعمل حساب البضاعه اللي جايه. انت بتصطاد بقى في علم الغيب يعني. حصلت النهارده ما تستطيع ان تصفه بانفراجه في ارتفاع اسعار الدواجن. طب ازاي؟ مؤسسات الدوله هنا بقى، مش هقول لك المواطن، الحكومه اتدخلت لانهاء ازمه الاعلاف اللازمه للمربين. معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ. ازاي الحال؟ كله تمام؟ الحمد لله يا فندم. كيف تدخلت الحكومة في مسألة خلق انفراجة في اسعار الدواجن وايضا في مسألة الاعلاف؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك، والحقيقة حضرتك يعني شايفين قد ايه في جهود مبذولة وفي اهتمام بقطاع الثروة الداجنة. يمكن في بعض المتغيرات العالمية اللي بتؤثر على كل دول العالم، ولكن احنا في الدولة المصرية اول ما بدأنا نرصد ان محتاجين يكون في مزيد من الافراجات بخصوص الاعلاف، طبعا تم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تم عقد اجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء، ده الكلام ده كان تقريبا في منتصف شهر اكتوبر، وتم تحديد كوتا دولارية علشان نقدر نوفر احتياجات المنتجين. طبعا المنتجين كانوا اتكلموا في حتة ان احنا عايزين حوالي 450 الف طن شهري من الذره، وعايزين برضو 250 الف طن صويا شهريا، والدوله الحقيقه اشتغلت على هذا الامر، وبدانا نضخ كميات وبدانا نوفر عملات دولاريه. الحمد لله تم الافراج عن 876 الف طن من الذره والصويا خلال الفتره اللي هي من 16 اكتوبر تقريبا لحد 24 نوفمبر، وده تقريبا بيلبي احتياجات المربيين. حريصين دلوقتي ان احنا نعمل عمليات متابعه علشان نضمن وصول الشحنات اللي بيتم الافراج عنها دي للمربي والمنتج، وان يشعر بتوافر المنتج في السوق، لان احنا بنطلع كميات ومحتاجين بقى ده يسمع في السوق. تم تشكيل لجنه، واللجنه دي بتضم في عضوياتها وزاره التموين وطبعا برئاسه وزاره الزراعه، وبتضم كل الجهات، حمايه المستهلك، البنك المركزي، كل الاطراف المعنيه، بحيث يبقى في تنسيق مستمر وعمليات متابعه مستمره للشحنات اللي بتخرج عشان نضمن وصولها للمربي، ونضمن انعكاس التوافر للمنتجات دي للمربي الصغير. ده برضو محتاجين ان احنا المربيين يستمروا في عمليه الانتاج، محتاجين ان هم يحافظوا على هامش ربح يساعدهم على استدامتهم في الانتاج، لان ده كمان بيخدم المواطن المصري في تحقيق مزيد من الامن الغذائي. وبالفعل بعض التغطيات يمكن قامت بها وزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وأيضا وزارة التموين ممثلة في قطاع التجارة الداخلية، وتعاون مستمر، وإن شاء الله هيستمر أكثر التعاون مستقبلا في هذا القطاع.
طيب دكتور محمد، يعني أنا عارف إنه وزارة الزراعة بتعمل طول الوقت مجموعة من الحلول الخلاقة، كان منها مسألة الزراعات التعاقدية علشان توافر أنواع معينة من المحاصيل وما إلى ذلك. هل ممكن الوزارة تقدر تشتغل برضو بشكل الإنتاج التعاقدي على الدواجن وعلى اللحوم بتاعة المواشي والأغنام وما إلى ذلك، ومن ثم يبقى المربي في هذه الحال ضامن أنه هيقدر يطلع المنتج بتاعه لتباع في المنافذ المختلفة، سواء إذا كانت منافذ الوزارة أو وزارة التموين أو الشركة الوطنية أو شركة أمان؟ يعني طبعا الحقيقة احنا بنشوف بالفعل نماذج من ده بتحصل، بنشوف توافر منتجات في المنافذ التابعة للدولة المصرية بشكل كبير، وده بيفتح فرصة تسويقية للمنتج، لأن برضو المنتج يعني احنا المنتج لازم يكسب، واحنا بنبقى حريصين ان هو يكسب، بس برضو كمان حريصين ان المواطن يحصل على السلعة بسعر مناسب طبعا، ونقلل بقى الحلقات الوسيطة اللي ممكن تؤثر على ربحية المنتج وتزود السعر على المستهلك. ده أمر مهم جدا، والحقيقة في تعاون ما بين كل الأطراف المعنية داخل الحكومة المصرية لتحقيق هذه المعادلة. النقطة الثانية ان احنا بالفعل بنطبق منظومة الزراعة التعاقدية، يعني احنا عندنا الذرة والصويا صحيح، بنبدأ نطبق فيها منظومة الزراعة التعاقدية، وبدأنا نتوسع فيها بشكل كبير، والحمد لله يعني السنة دي كانت ناجحة إلى حد كبير جدا، تلبية الاحتياج وضخ أو تثبيت فكرة الزراعة التعاقدية ما بين المزارعين في مجال الذرة والصويا، وأكيد ده كمان هيبقى لها انعكاسات مستقبلية أكبر وهيكون لها دور أكبر، وهذه الأولوية الحقيقة إن احنا إزاي نقدر نساهم من خلال منظومة الزراعة التعاقدية في تحقيق احتياجات ومدخلات الأعلاف اللي بتمثل تقريبا أكثر من 70% من مستلزمات الإنتاج الداجني، يعني خصوصا الذرة بيمثل جزء كبير جدا من مكونات الإنتاج الداجني وصناعة عموما. والحقيقة مع الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية احنا برضو لازم المنتج أو لازم المصانع الأعلاف والمستوردين لابد ان هم كمان يعكسوا فكرة توافر الانتاج والجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية، لابد ان ينعكس ده في متوسطات الاسعار اللي بتبقى موجودة، بحيث تبقى في متناول او في بالسعر العادل يكون له مردود وانعكاس ايجابي، واكيد اللجان اللي بتشكل والمتابعة الدورية اللي بتشكل اكيد هتساهم في تحقيق هذا الامر ان شاء الله. طيب انا عايز اسال سؤال كده اللي هو عامل زي الاسئلة المفاجئة، بس هي خاطرة جت في بالي صدق. انطلاقا من افتتاح المنصورة الجديدة كده حضرتك فهمت انا هتكلم اكيد في ايه. لما كنا في الافتتاح والرئيس اتكلم على مسألة رؤوس المواشي المنتجة للألبان، ويمكن ده بيخليني بقعد افكر بصوت عالي حتى مع حضرتك، وعارف انه وارد جدا معالي الوزير يكون برضو سمعنا، احنا ايه الخطوات اللي هنقدر نعملها علشان نقدر نحقق المستهدف؟ الرئيس قال يا جماعه احنا عاوزين نوصل لمستهدف سنوي 100,000 راس منتجه للالبان، اللي هي الفصائل والنوعيات اللي بتنتج من 20 ل 25 كيلو يوميا. ما وصل حتى الان طبقا للي سمعنا واحنا قاعدين انه قدرنا ان احنا نعمل عمليه استبدال ل 100 راس فقط، حتى الرئيس علق قال 100 و1000 كاني ما سمعتش حاجه. يعني الحقيقه تم تشكيل لجنه كبيره الحقيقه بتضم كل المعنيين في مجال تحسين السلالات، ودي من الاولويات اللي تم وضعها، ويمكن احنا حريصين على التوسع في مشروعات تحسين السلالات سواء من خلال ادخال اصناف جديده او ادخال كميات جديده من السلالات اللي تخش تكون عاليه في الانتاجيه وتساعد المربين في زياده انتاجيتهم، ايضا بنعمل على زياده انتاجيه قصيبات السائل المنوي اللي هي مستخدمه في عمليات التلقيح الاصطناعي اللي بيقوم بيها الهيئه العامه للخدمات البيطريه، واحنا أيوه. بالفعل زودنا اعداد المحطات اللي بتنتج هذه القصيبات، واكيد دي كمان هتكون داعمه بشكل كبير في تلبيه الاحتياج من خلال ان احنا نعمل تحسين تدريجي للسلالات من خلال منظومه التلقاح الاصطناعي. وعلى الجانب الاخر احنا كمان بنحاول ان احنا نوفر من خلال مشروع البتيلو التمويل اللازم لبعض المربيين والمنتجين اللي يقدروا يشتروا الرؤوس، واحنا بالفعل ادرجنا من ضمن مكونات المشروع البتيلو فكره الرؤوس المحسنه الوراثيه، ويمكن في بروتوكول خماسي كان سبق وتم توقيعه ما بين البنك الزراعي واحدى الجمعيات الخيريه ووزاره الزراعه أيوه. ووزاره التموين، بحيث ان يكون في تعاون بحيث ان احنا نوفر الرؤوس المحسنه الوراثيه من خلال الشركه الوطنيه للانتاج الحيواني، ويبقى في تمويل يحصل
من خلال البنوك الوطنيه، وايضا وزاره الزراعه تقوم بعمليه الاشراف. وبالفعل احنا تعاملنا تطوير لبعض المزارع اللي كانت موجوده عندنا والاصول اللي موجوده عندنا مع جمعيه مصر خير، وقدرنا ان احنا نرفع من كفائتها وندخل فيها رؤوس عاليه في الانتاجيه. وهذه الرؤوس بتقوم بدور اشرافي او بنعملها عمليه تدريب للشباب عشان يقدروا يستخدموا مشروعات او ينفذوا مشروعات مماثله فيما بعد، وبالتالي ده يساهم في زياده الاعداد وتطوير انتاج السلالات المحليه وتطوير انتاجنا عموما من الالبان ومن اللحوم ان شاء الله. هايل جدا، انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.